هذه وقفات تربوية وعلمية مختصرة بأدلتها الشرعية عن فضل الوالدين، وسأذكر ما يعينني ربي على استحضاره، وإلا فهي كثيرة جدا. الوقفة الحادية عشرة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي جاهد ببذل الوسع في برهما. ويدل لذلك رواية مسلم قال: فأحسن صحبتهما، وفي السنن: فبرهما.